للمرة الثانية بالعام 2023 بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة، وقت ذلك وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا. إذا في البداية نشير أنه باجتماع نوفمبر بنك إنجلترا ثبت معدل الفائدة عند نطاق 5.25%. نذكر أيضا أنه باجتماع سبتمبر بنك إنجلترا أيضا ثبت معدل الفائدة بعد يعني أن كان قد رفعها 14 مرة على التوالي. يأتي ذلك اليوم مع استقرار التضخم بشهر سبتمبر في بريطانيا عند 6.7%. نذكر أنه هذا المعدل يأتي مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء. صحيح أنه هي تشهد تباطؤ، ولكن استمرار يعني تسجيل معدلات مرتفعة أثر على ارتفاع التضخم بشهر سبتمبر. وأيضا نشير بهذا الإطار أنه بريطانيا شهدت يعني أطول فترة انكماش لإنتاج المصانع منذ العام 2008، وتحديدا في أكتوبر من العام الحالي. نلاحظ أنه الإنتاج الصناعي انكمش للشهر الثامن على التوالي، وأتي ذلك يعني بسبب ضعف الطلب واستمرار يعني المخاوف اليوم من عودة الركود الاقتصادي إلى الدول الأوروبية. وفي هذا الإطار أيضا نذكر أنه الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.2% في شهر أغسطس، ويعد هذا النمو طفيف جدا، وما زال يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني ما زال يواجه تحديات اقتصادية عديدة. وبالتالي يبقى السؤال، كيف سيتوجه اليوم بنك إنجلترا بسياسته النقدية في الفترة المقبلة؟